محامي سليمان جبوري. الآن يعني توقفنا عند هذه المحطة عودتك من العراق إلى سوريا وما حصل لك مع السلطات السورية ومجلس الأمن السورية في العربية في نقطة العبور من تحقيق أين كنت على ماذا ذهبت وكذا وكذا. أتمنى أن الآن تحدثني عن الصفحة الثانية، الرحلة الثانية، رحلة إلى عالم المجهول، يعني بتحدي وإصرار عندما حصلت الحرب على العراق، غزو واحتلال العراق، ما الذي حصل معك؟ تفضل. الله يجزاك، بارك الله فيك. طبعا أنا توفى والدي بتاريخ 4/3/2003. إلى رحمة الله. يعني بارك الله فيك. لذلك ما قدرت ألتحق بشكل مباشر. طبعا الحرب بلشت بعد الأيام، بعد هذا التاريخ بأيام. التحقت بعد هذا التاريخ 4/3 يمكن تقريبا شيء 10 أيام أو أكثر أو شيء 15 يوم بالضبط مع الذكر. ولكن رحنا وصلنا اليعروبية. طبعا أنا رحت، أنت سألتني قبل بالجزء الأول إنه المقاتلين العرب كانوا ينتمون لأي تنظيمات أو كذا. أنا أقول لك ما كانوا ينتمون لأي تنظيمات، كانوا كلهم رايحين بشكل عشوائي، كلهم بشكل عشوائي. أنا التقيت بيهم على حدود أعداد كبيرة، ومنهم التقيت بيهم كان واصلين العراق وراجعين، يعني سوري من غير السوريين، تونسي وسوداني وليبي وجزائري ومصري. بالأراضي السورية نحن ما شفنا غير الجنسيات السوريين فقط. نعم. حاولنا ندخل من طريق غير شرعي على العراق، رحنا مسكونا الهجانة ورجعوا. ليش ما دخلتوا من طريق شرعي مثل ما دخلت أول مرة بال 13/12/2002؟ احنا سألنا قالوا لنا ممنوع حد يدخل إلا عمره فوق 50 سنة من الطريق الشرعي. نعم. رحنا من الطريق ذاك مسكونا وجوم سلمونا للأمن العسكري بقسم أمن عسكري صاير باليعروبية، سجلهم أسامينا وقالوا لنا روحوا ما حكوا معهم. يعني بوقتها لأعطيك بالصورة كان الشعب السوري بحالة غليان، يعني غليان. نظام إيش بده يسوي؟ بده يسوي تنفيسة للشعب السوري، يعني مشان ما تنفجر القنبلة الموجودة بسوريا بده يسوي تنفيسة، اللي بده يروح يقاتل يقاتل عرفون، ونفس الوقت أي واحد عنده فكر وطني وفكر قتالي كذا مشان يتخلص منه بالعراق. لذلك سوى التنفيسة. رجعنا صار الدنيا عند المغرب في مسجد باليعروبية، صلينا بيه. قلنا للشيخ، قلنا له شيخ نحن جايين بدنا ندخل العراق وما دخلوني، بدنا نحاول باشر بتشي ننام هنا بالجامعة. قال لا ممنوع حد ينام هنا بالجامعة خالص. حاولنا معه ما رضى، ولكن في أحد المصلين من نفس القرية كان يصلي معنا قال شباب تفضلوا عندي على البيت. رحنا عنده على البيت، أكرمنا الرجال وقلنا باشر أدليكم على الطريقة تروحون بها العراق. قلنا له ماشي. ثاني يوم أخذنا عند الهجانة، أي طريقة عند سكة القطار، بسكة قطار صايرة وراء صفحة المعبر. كم كان عددكم؟ نحن كان عددنا هنا كتير، بس قلنا نروح دفعات دفعات، كانت تروحون دفعات دفعات في الهجانة. نعم. رحنا وقتها عددنا 6 الدفعة. نعم. قال تعطوني كل واحد 200 ليرة أدخلكم 200 ليرة سوري. قلنا له ماشي، أعطينا 1200 سوري وقال الحاجة تروحون من هين وتركضون ركب، مش قد أصيح عليكم وأطلق النار من فوقكم لا توقفون. قال ما معنا أمر نضرب عصاية. قلنا له ماشي. كان مثل ما قلنا قطعنا شوي قمنا نركض، قام يصيح علينا يصيح لأني بي أقسام أمنية عرفون عم تشوفنا من بعيد، زاد صيحهم علينا أطلق النار من فوقنا ما وقفنا. دخلنا على الربيعة وقامت العالم تيجي دفعات ورانا، وكان بيه بيت شعر
وجنبه في حلل طبق ما طبق. يعني الجانب العراقي ما استوقفكم، ما اعترفكم، ما قال شلون داخلين انتم؟ لا لا، احنا ملفينا مرة الحدود. نعم. مرة الحدود طلعنا على شو اسمه على الربيع. ما حد استوقفنا خالص. نعم. شفنا بيت شعر وكراسي وسوريين قاعدين وحاطين لهم حلات كبيرة فيها طبق وكذا. والله جينا سلمنا عليهم، شلون وضع يا شباب؟ قال والله بي يعني سوريين عم يجعون، عم يقولون وضع مو كويس وكذا. قلنا ان شاء الله خير. ليش يرجعون؟ بيمهم رايحين قبل. نعم. بيمهم رايحين قبل. وفي ناس شفناهم قالوا لنا حررنا المطار وجينا، بناس قالوا لنا حررنا المطار وجينا، وقال شفنا شوفات اول مره نشوفها. يعني ما تذكر شيء من الروايات اللي روى لك اياها من موضوع المطار وغير المطار؟ لانه في بغداد فعلا شاركوا المقاتلين العرب. هاي بعدين احنا التقينا بالموصل، التقينا بعالم اعطونا تفاصيل اكثر، بس هنا نحن صراحه ما كنا نسال على التفاصيل مشان همه الشباب. نعم عزوم. نعم. قلنا سالنا شلون كذا واحد بيروع وشي، قال بهنا حزب البعث العراقي كل شوي كل ساعتين ثلاثه يجون يسجون اسماء ويأمنون العالم سيارات وياخذونهم على الجبهات. قلنا اصبحنا نستناهم. شفت قامت تجي ناس عراقيين تقول للسوريين مثلا تعال اخذك على الجبهه، تعال كذا، عرفون ما نعرفهم. قمت جماعه الشباب قلنا يا شباب لا تروحون مع حيلة واحد. بيه هنا باخوانا بمشكل الاول. خلينا متجمعين كتله واحده ونروح كليتنا سوا. قالوا معلش. قلت له ماني جاي على العراق قبل وعندي يعني شويه معلومات، في عندي ارقام ناس اتواصل معهم. قال معلش. قمت خليكم هين وفت في مطعم كان راح نتغدى شي اثنين ثلاث رحنا. والله بعد ما تغدينا جينا نحاسب صاحب المطعم ولا قال حساب واصل. قلنا له منين واصل؟ قال الشباب اثنين لحقنا بي اثنين مربين يدقونا وكذا. قلنا خير شباب مين انتم؟ قال نحن من جماعة محمد أبو القعقاع. هذا محمد أبو القعقاع هذا رجال عميد النظام السوري، وكان النظام السوري عطيه ضوء الأخضر يدرب ناس وكذا مشان هذا من المتطرفين. من المتطرفين الإسلامي المتطرفين، ولكن كان أخذ ضوء أخضر من النظام السوري مشان يعطي المعلومات عن كل الناس المعارضين للنظام، عرفتون، وكل المجاهدين لهم مآرب. يعني ما حدا يتجرع أيام النظام يدرب ناس خارج قطاع عسكرية أو كذا، عرفتون. نعم. كان يجربهم بشكل علني هو بالمساجد، يعطيهم دروس وخطابات، وكانت موزعة على كل محلات الكاسيت، وكان بصوت عالي يفتحونه وما حدا يحكي معه خالص. نحن عرف الزلمة هذا مشكوك بعمره. نعم. قام قالنا خيو أنا ساعدكم وأنا أوصلكم كذا. قمت جماعة الشباب قلت لهم شباب هذا لحد يمشي معه خالص، خلينا نستنى السيارات اللي بتجي من حزب البعث العراقي. بست شباب ستة أو خمسة ما ردهم عليه. قال لا نروح معهم. قلنا لهم حاولت معهم كذا، قال لا نروح معهم. ركبوهم وخذوهم وما أعرف مصيرهم إيش صار بيهم. دول انتظرنا بعدين اجوا جماعة حزب البعث العراقي جايبين معهم دفاتر وكذا، سجلوا أسامينا. كنا حوالي 32-33 شخص كلكم سوريين. جابونا باصات خدم هوياتنا سجلوهم. قلنا لهم أعطونا الهويات. قال الهويات تضل معنا. قلنا لهم لا الهويات تضل معنا، ما نعرف شو يصير معنا. أصرينا أخذنا الهويات وزعتنا على الشباب وانطلقنا على الموصل. أول ما وصلنا قبل إحنا رايحين على الطريق كل كيلومتر في قوة عراقية، قوة ضخمة، كل كيلومتر أو أكثر شوي قوة ضخمة. يعني قلنا الحمد لله مستحيل العراق تسقط إذا هاي مناطق بعيدة عن الجبهة وبيها القوات. شلون مناطق الجبهة؟ يعني طمننا على العراق وقتها. وصلنا الموصل خذونا على الأمانة، هي يسمونها الأمانة، هي مبنى المحافظة بالموصل. وقف عند المبنى ونزل نزلهم عناصر حزب البعث حجم مع فاتن من جوا. طلع معانا عسكري بالباص وقال تفضل امشوا. طلع ضباط شافونا حيونا وقالونا قال خذوهم قدوهم بعدين خذوهم على الفندق. اخذونا على مطعم
غدونا وخذونا على فندق، فندق ضخم كان. الفندق كان متجه على نهر دجلة. نعم. ظلينا هناك مثل النسوان هناك. يعني كان بي لما نسير قصف كنا مرات ننزل على الملجأ، نزلنا على الملجأ لقينا حرمة هي كانت تطبخ لنا الفطور من جوا. ومرات كانوا يجون ياخذونا بالباصات، ياخذونا على المطعم بس الظهر ويجيبونا. هنا ضجنا نحن، قام ابو الفندق، لا قبل لا فتك بالحديث، رحنا على الأمانة على المحافظة، رحنا قلنا لنا نشوف ضابطين كذا، قال خير ايش بدكم؟ قلنا يا اخي احنا بالفندق لا عندنا سلاح ولا عندنا شيء يا اخي، امنونا سلاح وامنونا نقطه اي جبهه خط سريع اي نقطه امنونا اياها، قاعدين فندق قال عايزين قصف الفندق وروح كليتنا ببلاش، احنا ما جايين قاعد نقعد الفنادق. قال ماشي راح نبعث لكم ضابط. المهم اجينا رجعنا على الفندق، بعثونا ضابط، ضابط معه ولد صغير مع بارودة كلاشنكوف. والله السلام عليكم. عليكم السلام. قاعد معانا صار يعلمنا على البارودة، فكاها وقال هاي البارودة كلاشنكوف وسلاح فردي خفيف، وقام يعطينا. قلت له يا أخي الله يرضى عليك، الشباب اللي عم يجون عم يقول لك سقطة البصرة وسقطة كربلاء وسقطة مدري إيش النجف، وأنت عم تقول لي سلاح كلاشنكوف. نحن الشباب كلياتنا خادمين جيش، بيعنا اختصاص دبابة، يعني اختصاص مدفعية، اختصاص بكيسية قازف، كل الاختصاصات موجودة معنا. جاي تقول لي كلاشنكوف يا أخي سلمونا سلاح وحطونا على شي نقطة على الجبهة. المهم قام يصيحون عليه الشباب كذا، وقام ضب العدة كان فارط البارودة ضباها ونزل، قال إن شنتم زلم روحوا محرم الجولان، جايين هنا نسوي حالكم زلم. نزل الضابط. معقولة هذا الكلام يبدر من هذا الشخص؟ والله بذر منه. نعم. حتى بواحد صاحبي حلبي عرجوان كان يغلط عليه، قلت له عيفه اتركه كان يضرب. زيارتك الأولى ايش قد طولت بها؟ يعني من 13/12/2002 إلى فوقت رجعت ايش قد كلها؟ الزيارة يعني الأولى؟ نعم الزيارة الأولى؟ نعم الزيارة الأولى رحت 23/12/2002، جيت بعد رأس السنة يمكن بيومين. أنا عندي يعني ما يقارب 10 أيام تقريبا وجودك بالعراق بالزياره الاولى. الزياره الاولى نعم تفضل. المهم انت بداخل الفندق والضابط، هذا الضابط اللي على اساس يدربكم قال لكم روحوا قاتلوا بالجولان. نعم ايه. ونحن كان يجون ناس سوريين من الجبهات، في منهم ماشيين على حشيهم يعني مئات كيلومترات، كان يحكونا يقولون قسم بالله العظيم ماذا الغير السوريين قالوا بنضرب العدو. قال كان جبهتهم على الإسبان، على الإسبان كان إسبانيا كانت مشاركة. نعم. قال نضرب يقولنا صديق، قال نضرب عليهم يقولنا عيفوما دو صديق. ما قال ما نحس مرة قربوا علينا ندحق عليهم إسبان أرجون. نعم. المهم حكونا مشكلة من الأول. جينا صار يوم الأربعاء الصبح، يعني المقاتلين العرب اللي شفتوهم حشوا لكم قالوا لكم احنا وجدنا نفسنا واحدة بالشارع نقاتل فقط. اي والله قالوا حتى كنا نضرب اهداف العدو يقولنا هاي صديق، قال قلنا هاي صديق ما نضربه. نعم. قال نتفاجأ بعدين من العدو. المهم صار يوم الأربعاء الصبح، وقبل ما يصير يوم الأربعاء أنا صراحة لما سمعت الأخبار اللي عم تجي وحتى بإشاعات صارت تجي يقولون مثلا قتل صدام حسين وأسرة وديوق وصيع الفون، قلنا لهم هاي إشاعات بس. نعم صحيح. السوريين اللي كانوا موجودين على الجبهة إشاعات كثيرة وخيانات قادة عسكريين وضباط. نعم. وحتى بإشاعات صارت إنه يا شباب الحرب بلشت في سوريا، ترى بلش القصف في سوريا، روحوا مدافعوا من سوريا، عرفتوا إشاعات كثيرة يعني. نعم. أحد المرات قصف موقع بالموصل يبعد عنا تقريبا 200 متر. نعم. ضربوه باربع صور. وشبت النار بمسافه عاليه جدا يعني، ولما جاء الصوت البلور الفندق كله ما ضل بيه بلور خالص، حتى الكراسي والطاولات تحركت من مكانها يعني من شده القصف. طيب انتم 33 واحد يعني معقوله يخلوكم فندق وما تقاتلون؟ يعني جايين تقاتلون ما يرسلوكم لبغداد او اماكن كذا؟ جيتم بالوقت الضايع. لا لا لا
لا لا، حتى كان يتحججون، كان يقولون لنا طريق بغداد يسكر الساعة 6 المغرب، عرفتون باكر الصبح بكير ناخذكم مشان نلحق نوصل. تذكر الساعة في اي يوم بالضبط 6 دخلتم المغرب دخلتم الموصل؟ دخلتم يعني ربيعة ودخلتم الى الموصل، نقلكم الى الموصل باي يوم؟ والله كان يمكن يوم تحرير المطار، يوم تحرير المطار، يعني الى تحرير بس لنا يوم المطار. بالضبط. وذول ايش وقت لحقوا يجون الناس اللي التقيتوا بيهم؟ قالوا حرر المطار الى يوم تحرير المطار، يعني لازم المطار لما سووا بعد انزاح تحرير، يعني يوم الاجانب. 4 او يوم 5 انتم دخلتم؟ 5 5 4 خمسة أربعة، والله يا أخي ما أتذكر، بس أنا أتذكر اليوم. نعم. رسول المهم لما جت الصواريخ ضربت مكان قريب من الفندق شي 200 متر تقريبا، شبت النار صراحة، ما ظل بلور بالفندق. أنا دحقت من الشباك، دحقت نهر دجلة، عم يرج يمين وشمال النهر كله من شدة القصف. نعم. هذا يعني هذا بالموصل، المشهد هذا بالموصل. بالموصل، أنا يعني عم دحق من شرفة الفندق، يعني النار شبت، الدخنة شبت، وسيارة الإسعاف اشتغلت، وبعدين صفارة الإنذار اشتغلت. أنا كل المشهد هذا ما دحقت عليه، دحقت فقط على نهر دجلة. نهر دجلة شلون قام يروح يمين وشمال، حسيت مثل نهر دجلة عم يستغيث يستغيث. وذلك كتبت قصيدة، عرفتون، على هذا الأمر، بتحب أسمعك إياها. تفضل. الله يزيد فضلك. يعني أنا قبل ما رحت على بغداد تفرجت على نهر الفرات، على جمال نهر الفرات شلون من نص بغداد، ونهر دجلة. يعني المشهد هذا أثر بيني ميكن، وأشوف العالم بالموصل كل مين بشغله وعمله ولا كأنه بيشي. يعني شلون تأثرت كثير وكتبت، يعني أنا ماني شاعر بس، ولكن حاولت أطبق كلمات أعبر بيها عن شعوري اللي أحس بيه. يعني نعم. كتبت: فرات في بغداد يبكي ويقول لأهله اثبتوا، كنت للعراق زينة فهل من عني يدافع؟ أناديك يا دجلة خليلي، هل أهلك بك غدروا؟ يرد دجلة: لو تدري يا فرات بموصلي، قومي في الحرب لم يدخلوا، لم أرى منهم سلاحا بوجه الأعداء يشهروا. لو أدري يا فرات بغدرهم، لما جعلت أرضهم تخضر، ولا سقيت لهم دابة منها يأكل ويشرب. أين يا ابن الوقاص أنت؟ لو عينك على العراق تنظر، أحفادك أحفادك بالرافدين غدروا، ومع الأعداء تحالفوا. ألم تعلمهم يوما ما أقل من الوطن إلا الوطن، ما أقل من الوطن إلا الوطن؟ صح لسانك. هذا أنا أعتذر من شرفاء من الشعب العراقي، ولكن هذه قصيدة أوجهها للخونة اللي كانوا متقاعسين وقاعدين ببيوتهم ولا كأنه بيشين. نعم. حضرتك تعرف أن دجلة يمر بالموصل ويمر ببغداد، وأن الفرات يمر في الأنبار ومن جهة أخرى يعني خارج بغداد، تعرف هذا الشيء نهر الفرات؟ هذا لما كنت ببغداد عبرت من نهر، وهذا نهر الفرات، نهر دجلة، هذا نهر دجلة، هذا نهر دجلة. نعم. أنا خطر على بالي يعني صراحة، لا، نهر الفرات من جهة الأنبار، من منطقة الأنبار، مدينة الرمادي والأنبار، أول ما يدخل من الأراضي السورية يدخل إلى الأنبار. أنا فكرت نهر الفرات هذا اللي يمر من وعانة وراوة وينزل، يلتقون دجلة والفرات في منطقة اسمها القرنة، يعني قريب من البصرة. على أي حال نعود إلى موضوعنا الحديث الشجون، تفضل استرسل بحديثك عن ما جرى لكم نهاية المطاف. يوم الأربعاء بعد ما صار القصف، لا القصف صار قبل يوم الأربعاء، بس لما صار القصف يوم الأربعاء الصبح، إجا ضابط من الأمانة من المحافظة، وقال لأبو الفندق، قال له تصرف المقاتلين كلياتهم، خالص انتهى الأمر. أنا كنت فوق، جم الشباب خبروني، قال إجا ضابط حكى مع أبو الفندق كذا كذا.
نزلت لعنده قلت له شنو قصة؟ قال لي والله ما أقدر أخلي أحد هين خالص. قلنا له إيش صار؟ قال لي انتهى كل شيء. ليش ما هو الضابط تكفل بيكم وأخذكم سيارة وداكم للحدود وصلكم للمنطقة ربيعة وحتى تروحون لأهلكم، ليش يبلغ صاحب الفندق؟ والله جاء بلغوا قال له تصرفهم كلياتهم، وحتى أعطانا فقتنا زاد، أرجونا فقتنا أعطاه لبالفندق زاد عرفوا، وقالوا تصرفهم. يعني ما عندكم مثلا مبلغ من المال يوصلكم ينقلكم تركوا لكم لحالكم؟ لا 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 ابدا ابدا ما اعطونا شيء خالص. وانا حتى كان بي من ربعي نزل مره يجيبون دخان حتى كبوا المصاري، وقالوا مشان ما نفكر نرجع لسوريا، بدنا نموت هين ما نرجع لسوريا خالص. طيب ماذا حصل مع ابو الفندق؟ شنو اللي جرى لكم مع ابو الفندق بعد ما بلغوا هذا الضابط؟ بلغنا قلنا والله يا شباب انا ما اقدر اخليكم هنا، يعني انتهى كل شيء، سقط بغداد. وقال يعني الفندق باي لحظه يعني ينقصف، او سمعنا قوات البشمركه راح تدخل، مين راح يدخل ما اعرف، ما ضل اي مقاومه خالص، لذلك ما اقدر اخليكم عندي هنا خالص. قلنا له ان شاء الله خير. طلعنا من الفندق كلياتنا، بس هنا اعدادنا قامت تتقلص، يعني قام كل واحد يروح في يمين شمال، ظلينا عدد بسيط يعني حوالي 10 تقريبا. قعدنا قدام الفندق عم نستنى فرج الله. والله شي ساعة ساعتين رجع بالفندق قال يا شباب خلص فوتهم دبروا حالكم اليوم وباشر الله يسهل لكم. قلنا له ماشي. فتنا قعدنا، صارت الساعة 7:30 المغرب، كان يوم أربعة وكان بالبوطي يطلع يوم الأربعة عنده برنامج. نعم. طبعاً إحنا شو تأكدنا على تأكدنا من سقوط بغداد يوم الأربعة الصبح، ما القنوات العراقية كلها اختفت، كان في قنوات عراقية تغني أغاني وطنية وتشجع وكذا، يوم الأربعة اختفت كلها، ما ظل إلا قناة الفضائية السورية كون الموصل القريبة على سوريا تسحب قناة الفضائية السورية. تفرجنا على موجز الأخبار الساعة 11:30، طلعت المذيعة قالت ومصور زاد دخلت القوات الأمريكية بغداد وسيطرت على معظم المدنية، يعني تأكدنا أنه الخبر مضبوط. المهم لما رجعنا على الفندق قعدنا، ولا ثلاث سيارات جوم صفهم قدام الفندق بدهم يدخلون معاهم عوائل، دقموا الباب، نزل المسؤول عن الفندق نزل حكى معهم قال لهم ممنوع حد يدخل، قامت رجوه قالوا له بس اليوم للصبح بس، قام رجع حكى بالتليفون مع صاحب الفندق قال له بيع عوائل كذا بدهم بس ينامون اليوم، قال له معلش خلي يدخلون. اليوم جوم دخلوا طلعوا من العيال اللي فوق والزلم رجعوا لي عنا، سلموا علينا تعرفوا علينا قالوا لنا يا شباب نحن من جماعة الإخوان المسلمين المنفيين من سوريا، كنا ساكنين بغداد. معارضة سورية. معارضة سورية. ايه. نعم. المعارضة السورية. المقيمين بالعراق. ايه. قلنا لهم أنتم جيتم بغداد، هاي جيتكم بغداد؟ قال إيه. قلنا لهم صحية سقطت بغداد؟ قال والله شوف عيننا شفنا الدبابات عم تدخل بمدينة الثورة وعم يرشون عليها رز، رشون استقبلونهم يعني. المهم هنا صدقنا الخبر مضبوط يعني ما هو إشاعة ولا شيء. قال ايش بدكم تسوون؟ قلنا والله ما، قال والله لازم ترجعون على سوريا. قلنا له يا اخي نحن ما نرجع سوريا، ما جينا مشان نرجع. قال طيب الصبح يصير خير ان شاء الله. صار الصبح قال يا شباب انا بدي اروح عند رئيس رابط علماء المسلمين بالموصل واحكي معاه بجي يتبناكم كذا. قلنا له ماشي. راح طول عرفون رجع قال ما مش الحال. هم لأن ذولا الإخوان المسلمين هم عملاء للمحتل الأمريكي الحزب الإسلامي، هذول أهل اللحاية، أول من مد إيده للمحتل وقف مع المحتل، فكيف يتبنوكم؟ هذا أمر طبيعي. والله يعني إحنا قلنا إحنا هذا صار معنا، كنا صراحة معنا اطلاع يعني الإخوان المسلمين بمنهم شرفاء وبمنهم عم يشتغلون لصالح الغرب مشكل يعني صار حطهم. المهم اللي عندنا كلهم ارتبوا بأحضان الأمريكان.
واصطفوا مع الامريكان ضد ابناء شعبهم وضد نظام العراق الوطني. هذا اللي حصل. بس هذول السوريين، حتى السوريين ده نعم. المهم رجع قال ما مشي الحال، قال بدي اروح اشوف شخص ثاني. زاد رجل دين، زاد راح عليه، زاد ما مشي الحال. قال والله يا شباب ما مشي الحال، افضل تروحون على سوريا وتحافظون على حياتكم احسن ما تروحون ببلاش، لاني انتم هنا لا سلاح لا مأوى لا شيء. والذي ما بعد ساعتين عم يقول لكم يا اخي فكم الله، وين كنتم تصفون بالشارع؟ وكل شيء اجنبي عم يعدمونه بارضه، يعني العسكر العراقي احتمال يستاسرونه، بس انتم سوريين راح يعدمونكم بارضكم. بقى يعني انتم خساره، راح تروحون بلاش. قال لي الشباب هذول امانه برقبتك. قام قال لي اذا لازمكم شيء اعطاني مبلغ من المال. قال لازمكم شيء تفضل يسر امور الشباب وخدهم على سوريا. والله جمعت الشباب، قلنا يا شباب موضوع انتهى، يعني خلاص نحن ما عدنا نسوي شيء، يعني نطفي بالشوارع بدنا نرجع. قال معلش، كلهم وافقهم بس في كم شخص كانوا مشكلين فرار من الجيش، عرفتون هذول ما قدروا يرجعوا. يعني اللي مشكل فرار بسوريا اذا فرار داخلي حكمه 9 شهور تدمر، واذا فرار خارجي 5 سنين إلى 7 سنين تدمر. قال نحن ما نرجع خالص. المهم قلنا يا شباب يعني حاولوا ضبطوا وضعكم كذا شيء. قال لا ما نرجع. في واحد منهم قال انا اعرف جماعه هنا من العراق عشان اروح عليهم. المهم راحهم ورجعنا نحن. رجعنا وصلنا اليعربيه، وصلنا الربيعة عفوا، ربيعه اخر ناحيه ربيعه بالجانب العراقي. ايه وصلنا دحقنا على المعبر بمئات السيارات العراقيين اللي جايين على الأراضي السورية، مئات السيارات كل معهم عوائل وكذا. حتى صدفنا منهم ناس قالوا لنا نحن عراقيين راح نودي عوائلنا على سوريا ونرجع نقاتل الأمريكان، ما نمهزمين نحن. قلنا لهم إن شاء الله. قلنا للشباب نحن ما نفوت مليون، نحن نفوت محل ما جينا من على سكة القطار بشكل تهريب. يعني رحنا لفينا من وراء لحقنا على الطريق سكة القطار، يعني طريق طويل يعني يمكن 2 كيلومتر أو أقل شوية أو أكثر شوية بالضبط، ولكن كله سوريين يعني ملضومين لضم، يعني زدت البحصة ما تقع القاع من كثرة السوريين اللي راجعين من الحرب. أنا قلت لصاحبي قلت له إذا بدي يحطونا كلياتنا بالسجن راح يصير أزمة سجون عنا بسوريا، خلاص نحط رأسنا بالروس وتوكل على الله. مشينا ويا الناس ولا قربنا نصل دحقنا بيجي 10-15 سيارة وأكثر من الجيش السوري والنظام والأمن وكذا، كلهم ضباط واقفين عم يستنون. كل ما يجي السوري كان لسانهم كويس معنا، يعني كانوا عليهم الشباب وكذا، بس يا شباب بدنا نفتشكم ونسجل أساميكم كنوا على بيت. والله فتشوا من العالم وسجلوا أساميهم بشخص سوري كان أنا ما أعرفه، يعني شفته بين الناس. جاء عسكري بيفتشوا ضرب العسكري، قام متلاسنوا ضابط قال له ليش عم تضربوه؟ قال له بلش بالضابط وبلش حتى سبب الشر ما خلى كلمة عليه. قال له معاصمة الرشيد سقطت وانتوا حاطين رتب على شتافكم وعليهم الشباب، وين دزون العالم بدون سلاح بدون شيء تقول حالكم؟ يعني المهم ما خلى كلمة خالص عليهم. قالوا تكرم أمرك، كمشوه من إيده خدوه حطوه بسيارة. وش صار بيه معه؟ نحن خدونا على قسم الأمن العسكري بس يسجلون أسامينا ويقولون روحهم. جينا على سوريا بكثير من الناس تلاحقهم، بكثير من الناس السوريين راحهم تلاحقهم وبي ناس ما تلاحقهم. أنا واحد الناس قادرت فورا على لبنان، ضليت فترة ورجعت ما تلاحقهم، ولكن سمعت كثير من السوريين تلاحق. هذا اللي صار معنا. يعني المهمة انتهت ولم تشاركوا في مقاومة المحتل، لكن كان في نيتكم أن تقومون بواجبكم القومي وهذا الدور المشرف.
الله يسلمك. وبالنسبة للأشخاص اللي شفناهم، شفنا من مصر، شفنا من لبنان مجاهدين مقاتلين. أحدهم قال لنا والله قصف موقعنا 400 مقاتل، كنا ما ظلمنا يعني أعداد بسيطة. أرجوك يعني شفنا مقاتلين كثير من العرب، ولكن كانوا مو منظمين بشكل عشوائي، بشكل عشوائي كلهم. تشهد منهم الكثير، والرئيس صدام حسين رحمه الله بعد ما شاف الأوضاع اختلفت أمر المرافقين والحمايات بأنه يتكفلون بنقلهم إلى الحدود العراقية السورية ويعطى كل واحد $500. إذا استطعت أن تصل إلى المقاتلين عرب سوريين اسألهم، قل لهم ما انطوكم كل واحد $500 ووصلوكم إلى الحدود قسم منكم وظلوكم على الطريق خوفا عليهم، وقسم بقوا ما رادوا يطلعون استشهدوا في بغداد ومدن عراقية أخرى. أنا قلت لك التقيت بأعداد كبيرة جدا، عرفون لما رجعنا وبعد ما قطعنا وخذونا سجلهم أسامينا بالأمن العسكري، كان بباصات سوريين خير الله، عرفون تعرف في عالم جيش كتير بباصات جاي مشان يقولون العالم من اليعروبية على الحسكة. نعم. التقيت بكثير سوريين ولا حدا قال أرجون إنه هذا عطاشي أو كذا. لا لا، المهم الظروف اختلفت يعني، هذا اللي أنا يعني سمعته مؤكد. على أي حال، وأحتل العراق، وعلى قول المثل قلت يوم أكل الثور الأسود والثور الأبيض، وما يسمى بالربيع العربي أخذ تتهاوى وتسقط البلدان العربية، ليبيا وسوريا واليمن، وحال العرب بعد احتلال بغداد والعراق بشكل عام اختلف، وصارت الأمور يعني غير محمودة ولا تبشر بخير، ومن سيء إلى أسوأ. أنا أشكرك على تقديمك لهذه الشهادة القيمة وعلى روحك الوطنية والقومية، وبارك الله فيك، وسأكمل معك مشواري في حلقة عن أوضاع السوريين وما حصل بعد احتلال العراق في سوريا، وما هو وضع السوريين الآن في سوريا من بعد 2011 ما يسمى بالربيع العربي. أنا أشكرك مرة أخرى وبارك الله فيك. أحب أختم بكلمة بس إذا تسمح لي. تفضل تفضل لك الحديث. تفضل. لكل الشعب العربي، نحن شعب واحد ومصيرنا واحد. بس أحب أذكر أنه لما كان أهلنا في فلسطين يقتلون كنا نتفرج عليهم، لما كان أهلنا بالعراق يقتلون كنا نتفرج عليهم ونقول ما لنا علاقة. على حس حاليا السوريين عم يقتلون، الشعوب العربية عم تقول نحن ما لنا علاقة. الدور جاي على الأردن، اليوم إيران صارت على حدود الأردن، والغزو الهندي صار على دول الخليج. يعني نحن كلياتنا مصيرنا واحد، شئنا أم أبينا لازم كل واحد عربي إيش يقدر يقدم لوطنه ما يقصر. بس حب أقول إيش، والله يبارك فيكم جميعا. بارك الله بك، هاي رسالة إن شاء الله تصل إلى كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج إن شاء الله. المشاهدين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا الكريم ونحييه أجمل التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. محامي سليمان جبوري.